شاركت مصر في إعداد الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021 واللي بيصدر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. يتناول الفصل آثار فيروس كورونا على أنظمة الأغذية الزراعية ودخل الأسر في مصر والأردن والسودان. أوضح التقرير والذي شاركت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر اختلاف حجم الاضطرابات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا بين الاقتصادات في المنطقة، وأشار إلى أن نسبة الخسارة في مصر كانت محدودة نسبياً نتيجة تجنب الإغلاق الكامل والاستثمار في حزمة تحفيز ضخمة.